مراكش معروفة بالسياحة وبالناس برانيين، أنا منهم، أنا برانية. هي شنو نقول لك، بداية السنة كتكون فيها نورمال مقارنة مع السنوات الماضية كتكون حركة زعما كيف كنقولوا سامارش، كتكون سامارش، ولكن هذا العام مقارنة بظهور هذه الجائحة هذه اللي ما كناش متوقعينها وما كناش مستعدين لها، تغير داك شنو نقولوا ليه، نزل داك المؤشر بيان سيغ ديال الكونسوماسيون ديال اللي كل يوم مابقاوش كيجيو، حتى حنا بقى كيكوموندي من عندنا ماشي بزاف، ولكن بلي باغ مابقاوش كيجيو كوموندي من عندنا لي غاتو دانيفيرسير، وما بقيناش كنشدو حتى لي كوموند ديال لي زوتيل ديال كيفاش غنقول لك ديال الزوتيل وديال الهدا الاعراس. بيان سيغ كيف قلت لك في الاول كاين تغير جذري على السنوات السابقة، حيت السنوات السابقة الناس كانت الجيب ديالهم عامر كانوا كيجيو كيكوموندي بلا ما يضربوا الحساب، دابا الناس كاملين وانا وكلشي بزاف ما الغالب الله قليل بزاف قليل مقارنة مع السنوات اللي فاتوا. كانوا واحد الطابلو كنحطوا واحد الطابلو تما كان عامر بلي كوموند، تصور معايا ما كنلقاش فين نحطوا هذاك اللي سميتو الكوموند، دابا كتلقى واحد جوج ثلاثة تيخرج كوموند تعاود ثاني ناخذ واحد دو كوموند تخوا كوموند سيتو. بالنسبة لهذا العام، العام صراحة الله ما كاين هذا الإغلاق وهذا الكونفيرمون، زعما في واحد الوقت اللي هما حنا يلاه تنخدموا فيه وزادوا بانه تيسدوا مع 8 و8 يلاه تتحرك المدينه وتيخرجوا الناس وكذا، وعندنا واحد تقريبا واحد الخصص في هذا العام بزاف من الاعوام اللي دازوا، كانوا الاعوام اللي دازوا تنقبضوا لي كوموند نهار لو 15 وعندنا لي كوموند بزاف، ودابا هذا العام مازال ما قبضنا حتى كوموند وما كاين حتى اقبال، وكيجيو كاع الكليان تيدخلوا عندنا وما تيسولوش على حلوه تاع راس العام، وزادوها بزاف بانه هذا الاغلاق اللي يلاه في ثلاثه الاسابيع بتكون قاصحه بزاف، وحنا عندنا اصلا هي راس العام اللي تنكونوا خدامين فيه مزيان، وهذا الشيء اللي كاين.